والله هو موريتانيا شو انت مسوي عنه شنو؟ موريتانيا ما كانش مسؤول عن هذا كثير الناس، ما عندها اخبار خصوصا عزيز مشيتوا هذه الشهور فرنسا نعرف قاعد تحليل اكثر شنو من درا هو هون زمان هم ما تكلم مزعل الناس ما عندها تكلم يخاف شو شر خاص تكلم الناس بتفهم لكن ما نعرف. شفت العداله قالت اعلنها اللي يتحاكموا والرقابة القضائية مشات عنه، هو مولي رقاش كبير وعاقب له عدد القسطرة، وموريتانيا اللي حاكمها صاحبه يسوى الصقاع دايقو ويسوى ما دايقو أصحاب يلي الصحبة لا يتم من فهم منها فضل من الصداقة ولا حراية في سن معينة بين من الرجال هاك سمعتو، وبالتالي مشيتو يداوى ما خارج حد ضدها قاع لا القضاء ولا الرئيس من راسه اللي رئيس مجلس الأعلى للقضاء به اللي في النهاية صاحبه وعنده وهو قاع كان عنده تحساس سابق القسطرة به اللي قط عدلت له عملية فمه في باريس وقط دخل غيبوبة وقط انجرح وقط بون الخطاب والدحميس مهرجان اللي عدل في باريس انا ما شفت فيه شيء اكبر من باريس هي باط فرنسا انا ما شفته لا شفتكم انتم مناقلينه ولا في شيء اكبر من قدو مثلا لا يعود حرجهم عليه ارواق اللي يبقوه هو بخلقه عنده ارواج اللي يبقوا ما قط ترشح مثلا من الساعه اللي مات لرئيس يا خير بعد نعرف على انه بخلقه وعلى كل حال برايه واللي وبتينا شخصيته حتى اللي هو عزيز اللي نعود اللي هامته وهو ين عليه موليه اللي يشوف مصلحته هو ين عليه ضحى في شخصيته قاصد فهمت ذاك عنده نوع من المرونة زايز عن الغرض ولا هم ظنون عليه لين يعود اللي ماشي على تفاهم حنين اللي نشوفه مجي اللي نعرفه كان ملف القضاء إذا يمشي بوتيرة إذا كان القضاة من نفسهم لا يحكم عليه حكم سريع ولا شذاك يمو بيلي وشتم القضاة فرق خالك شي منهم تسيروا الدولة والادعاء كي الادعاء العام منين تقولوا الدولة يسكت يسكت منين تقولوا يتكلم يتكلم طبعا فهم شخصية عند القضاة لابد من تم تقبل دورها وخارج الصشم القضاة مستقل كي تقضى قضاة التحقيق وكيف تهد مع اني بعد ماني متخصص في المجال يقدر نعرف عنهم فيهم شيء ما هو كل شيء قد يعدلوا فيهم شيء كل شيء قد يعدلوا وهم تمحري ممتين ام اللي بين الاكزيكيتيف وفي التراب بعد بين الجهاز القضائي والجهاز التنفيذي وما هي قاعد ترى في الافريقي قاعد كامل هاك سمعته يا غير لا يشوفوا لا حني يرجع حني يرجع والله مولي عدل الخرج اخرى هو ما قال له يسكت يا غير قاعد يقعد ما يبغي يتكلم ولا بعد اللي قال ما في سياسه ما وقال لا برر اللي قال عنه كامل هو قاعد حكم اعترف قاعد انه سرق يا غير قدود ما هو اللي كان يدور هو قال الى فاتلين كذاش ما لي يبقى قاعد حد سمعته ذاك يقولوا له تركت غارك فليشات يا غير بالنسبه انا ماني واحد مع ايه هذاك تعرف ما هو السياسه ذاك ما هو السياسه ذاك بالنسبه لي ما هو كلام الزعماء الزعماء لا يعودوا مترفعين ويواجهوا الامور بكياسه ايش لك قاعد بتقول على انك ما انك حاز على شيء وايش لك بتقول على انك ما انك وحدك ايش لك قاعد بتدخل في ذيك الدائره سمعتك ذاك يخلي المحاكم وعلى كل حال انا بعد ما سأل انه خرجته عنها ما هي موفقة وعن وخيض وقاع شهر فرنسا من نفسه عنه يقدر يعود إلى بداية عافية سياسية هاك سمعته.